لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. الماني فرنسي كان يلعب في جيراندان بوردو. المنتخب التونسي بالتشكيلة الثانية. جهاد جريجة في مونديال روسيا موجودة. قرارات شخصية. وهذه هجمة نيجيرية. والبداية للنصر التونسية. هذه هي الهجمة الأربعة منذ الانطلاقة. والتوزيع طبعا معز شد الكرة يسيبها تضرب فيه. كل مرة ثانية قلنا معز حسن وما عنده صحة البدن. والمرة هذه معز بن شريفية غدارة ولا لا. وهبي يحاول التسويق. شكويتزي يحضر لي أحمد موسى. موسى أوديو بارع بولفار وينو دراجر يتلاعب بين ديدي مدرس ميدان لايستر سيتي يقوم. لكن التقويزه كانت على يسار الحارس ايزو خطير احمد موسى عكس يقودوا ايوابي. ايوابي لاحمد موسى ايوازا شكويتزي. شوف شوف شوارع موجوده. لطف يا ربي لمعز بن شربيعه. الكره خرجت. الكره لازم تخرج برمتها. لا يسارك حدادي. لا رجع رجع وما زالت الخطورة. شعلاني ما يعد شوات ما كانتش ناجحة. يضيع بامتياز اوازيم ودراك يا جماعة اوازيم. وكرة اختراع والتصدي اول. لكن شوف يعني مرياح فاتوا بالسرعة. وأفضل قرار غيلان يذكر فيشكر من وهبي لاعب بيا جولينز. شوات يتفوق في راس برا. شوات التسويب وزاد تحتفل. لا عينات سليتي يوزع.